اتعلم من المعلم أمير الموهوبين وكتالوج مفصل عن ازاي تبقى حريف. كابتن وليد صلاح الدين في هاتريك. ما ينفعش انه يكون في برنامج كره من غير وليد صلاح الدين، يعني دي قاعده متعارف عليها، بس هو كان عنده ظروف خاصه الاسبوع اللي فات، لكن لقطناه الاسبوع ده عشان يكون موجود معانا في حلقتنا من هاتريك. كان نجم مساء الفل حبيبي يا محمود، ايه الاخبار؟ كنت مدير فني بس، يعني كنت مدير فني الناس مبطله، بس كانت حلوه جدا. حلوه جدا جدا جدا, جداً بصراحه، دمها خفيف وبتاع جميله جدا. وتحيه بصراحه لكل القائمين على التنظيم، من اول الشركه المتحده لكل الشباب طبعا اللي اجتهدوا، والنجوم اللي جم حلوه قوي قوي. صحيح. المكان حلو قوي قوي، معمول حلو قوي، واليوم جميل جدا. لكن احنا طبعا الاستاذ حسن المستكاوي بصفته المشرف العام على الفريق قدم شكوى للجنه التظلمات، وغالبا احنا المباراه دي هناخدها ثلاث نقط، لان هم لعبوا عمرو الحلواني وحسام حسن ودول تحت السن. أوكي. انا معايا كله فوق الخمسين، كله فوق الخمسين. خالد الغندور 54 سنه. أوكي. كل سنه وانت طيب يا خالد، عيد ميلاده النهارده. كل سنه وانت طيب يا بندق. وهشام حنفي مش عارف 52 سنه، وحازم امام 51 سنه. أوكي. كلهم يعني. وميدو انت يعني ميدو بغض النظر، راحت المحيط ميدو يعني. حازم قال لك راحت المحيط. لكن والله بص قد ايه اصرار اللعيبه القديمه، يعني والله دي رساله للعيبه بتاعت دلوقتي. بص اصرار اللعيبه دخل على الستين ومع ذلك حماس وعدم، يعني في رفض كامل لانك تبقى خسران، وفي غل احمد حسن. بص احمد حسن والله يعني ما شاء الله، الله من الجيل اتربى على كده في حاجة يعني. يعني دي نفسي توصل للعيبه بتاعت دلوقتي. بص انت داخل على الستين ورافض ان انت تخسر حتى وانت مش قادر. صح. حتى يعني تحيه لكل اللعيبه، ومبروك للكابتن سامي الشيشيني كمان مدير يوم الفني. يوم كان حلو في العالمين بصراحه، يعني كل اللقطات اللي فيه كانت مبهجه الى حد كبير جدا. وده الميزه يا جماعه اللي بنتكلم فيها دايما، انه في كل المؤتمرات بتاعت الكوره الموجوده على مستوى العالم، في كل الحفلات الناس بتستغل حاجه ليها علاقه بالكوره عشان تنور كل اللي حواليها، او العكس، تشوف مدينة جميلة زي العالمين وتبدأ تحط فيها أحداث وفعاليات علشان تبقى قادر تعمل ماركتينج ممتاز الحقيقة للمدينة والجمالها والسحرها. طيب تخش على الأهلي؟ يلا نخش على الأهلي. طيب سؤال اللي كل جمهور الأهلي بدأ يسأله في الفترة الأخيرة ما بعد مباراة بيراميدز المصري شوية، هل الأهلي بيترك الكرة طوعية للمنافس بعد التقدم، ولا بيكون مجبر على ده، وده بيحصل إزاي وليه، ولا كولر هو اللي احيانا بيفقد القدره على السيطره على احداث المباراه؟ اتفضل يا فندم. بص خلينا نبتدي نقول ان فكره ان انت تضغط طول الوقت مش موجوده. ضغط عالي ده مستحيل، لانها هيرهق جدا جدا لعيبتك، لان انت اسامه ابو علي بيجري جري رهيب لو ضغط على السردباكين، بياخد امام عاشور لو في الحاله اللي احنا هنتكلم فيها بيضغط على السردباك الثاني. يلا واخد بالك يعني هنا. وزود نتحرك براحتنا، انا معاك، وزود مؤمن معاه، ويعني امام معاه، وهنا الجناحين على الباكين ماشي، وبيطلع الديفندرات وبيطلع الباكين وبيطلع السردباكين، بحيث ان انت بقدر الامكان تخلي الضغط يبقى اعلى حاجه. يعني الكوره مثلا مع السردباك ده ماشي. اوكي انت امام عاشور بيروح هنا ممتاز، وسام بينقل هنا تمام، فيبقى عندك بقى عندك الديفندرين مروان عطيه واكرم ياخدوا الاثنين دول. فكره الضغط يا محمودي لازم يبقى 10 على 10، 10 لعيبه ضد 10 لعيبه علشان تعرف تستخلص الكوره، ودي خطر جدا، لان اي حد هيرقص حد هيفتح ويكسر التكتل. الفكره في ايه؟ انت يستحيل تلعب ضغط عالي طول المباراه. فالاهلي بذكاء شديد الاول بيبتدي ضغط عالي في كل المباريات عشان يكسب، عمل ده ورجع لها في الدقيقه 30 تاني، برافو عليه. وبعد لما بيحقق مراده من المباراه زي ما شفنا وزي ما هنشوف في اللقطه، بياخد بقى كل الناس ويرد في التلت الاخير او في نص الملعب. أوكي. بحيث انه يبقى يخدمه معاك هنا، كل الناس موجوده بيرد وسام هنا تحت خط الكوره. ومعانا الحاله اولا كابتن علي ماهر بيلعب كوره حلوه قوي بصراحه، فريق المصري من الفرق اللي بتعرف تنقل وتعرف تخترق بشكل كويس جدا. بص الحاله يا جماعه على امام هنا، اقف لا ارجع بس سنه. امام بيبص لمستر كولر وبيقول له هنا امام ده 8 ناحيه الشمال، ما يطلعش غير لما تكون الكوره مع السردباك ناحيه اليمين. ممتاز. لو اتنقلت الناحيه الثانيه اكرم هو اللي يطلع وامام يرجع.
كلام واضح سهل واضح. هنا كرة مع عمرو موسى، فإمام بيبص لمستر كولر وعارف ان خلاص الدقيقة 64 نتيجة 1-0. بص وسام بيقول خلاص مش هنضغط، هيروح بس يقفل على الكورة. هنا بقى اقف هنا نقطة يا جماعة، الأهلي او اي فرقة كبيرة عملها ريال مدريد مع المان سيتي، اي فرقة كبيرة لو متكتلة صعب جدا جدا اختراقها، لان هما لما الكورة بتدخل في قلب الملعب المسألة بتبقى صعبة. تعال نشوف كمل بقى. عمرو استلم الكورة تمام، راح له محمد هاني ورجع حسين الشحات ورا، بص مخنوقة، ارجع تاني وهي مع عمرو، ارجع يعني بسرعة ووديها عند عمرو وخليه حتى كمان يخش بمحمد هاني جوه الملعب. هنا حسين خد تمام، ادخل ايه كمل كمل، عمل الفنت تمام. اقف بقى اقف بقى، بص فين ولا حاجه، مفيش حاجه خالص. بص الملعب عامل ازاي، يعني كريم نتفد اللي جنب الحكم بص قافل ازاي، اكرم لو لعبت لجوه، حسين الشحات راجع للاخر خالص، محمد هاني بيضغط، السردباكين بصوا واقفين ازاي، فين تقدر تخترق هنا ولا حاجه. وهي دي قوه الفرقه، انتشار لعيبه المصري برده مش افضل حاجه بنفس الطريقه يعني بالظبط. هو في الاخر يعني انت بتحاول تلاقي حلول، كمل بقى الهجمه خلاص. فهنا الاهلي بعد لما بياخد اللي هو عايزه من المباراه بيبتدي يقفل المباراه. ده برده نفس ما اقف برده اقف هنا، بص المسافه ما بين نقول رامي ربيعه اللي مأخر رجله سنه لغايه وسام ابو علي، لو قسنا الكلام ده مش هيطلع مثلا 20 متر. يبقى انت هنا فرقه كبيره جدا قافله، وهنلاحظ في الحاله دي ان حتى لما تتضرب وترقص واحد واتنين مش هتعرف تخترق. لكن يا جماعه ده علشان يستغل، بص ادي واحد ادي اتنين خلاص الدنيا صعبة. ليه؟ لان انت قافل صح. احنا جايبين الحالة دي بس عشان نقول ان الاهلي في الناحية الدفاعية، الاهلي بقى لو قطع الكرة اتفرج على التحولات. طيب. دي حلقة تانية خالص. لا فكرة التحولات هنا بقى نتناقش، الاهلي يلجأ لده بعد التقدم ليه؟ يعني مثلا فكرة الاستحواذ عشان يجيب التاني ليه مش موجودة؟ انا بتكلم من الاسئلة بلسان الجمهور يعني. أيوة. حتى لو انا موافقك في النظرية، ليه مش بيهاجم علشان يجيب التاني؟ ليه مش بيتحكم هو في الايقاع فيخلي اللعيبة اللي قدامه بتجري بلا هدف ويقدر هو يهدي اللعب بمزاجه؟ طيب الكلام اللي حضرتك بتقوله ده شقين. الشق الاول ليه ما بيضغطش بيكمل ضغط عشان يجيب الهدف التاني؟ ده لان هو بيلعب كل 3 ايام مباراة، اللعيبه بتاعته هتستنزف بشكل غير عادي، وده شايفينه مع وسام ابو علي لما بيخرج، شايفينه مع حسين، شايفينه في التبديل والتوفيق والروتيشن اللي الراجل بيعمله. ما اقدرش اضغط ضغط عالي وانا في الدقيقه 64 وكسبان، طب وليه؟ اسيب لك الاستحواذ وارجع نص ملعبي اخد نفسي وهدي الدنيا واللعيبه يبقى عندها استشفاء كويسه واقطع الكره والعب على المرتده. ده جزء. الجزء الثاني اللي انت بتقوله صح بقى مليون في الميه، ان حتى وانا بدافع حتى وانا سايب لك الاستحواذ لازم لما الكره تبقى معايا انا يبقى ليا تحكم في الملعب. أوكي. ده اللي مين اللي يعمله؟ قفشه. برافو عليك. يبقى احنا هنا بنقول ان لازم فترات قفشه تزيد مع النادي الاهلي. حتى يعني لازم قفشه يكون في الدقيقه 60 هو اول خيار لمستر كولر. عشان الحته اللي انت بتقول عليها وعلى حساب اي حد، وعملها على حساب حسين الشحات، ممكن كانت تبقى على حساب امام عاشور، ممكن كانت تبقى على حساب اي حد من الملعب حتى اكرم طول. بس هي الفكره ان انت في اخر نص ساعه محتاج جدا الاهلي انه يتحكم في الريتم. ده بصراحه مش موجود، احنا مش جايبين له حالات النهارده، لكن هو موجود طول الوقت يعني، لكن هو مش موجود بنسبه كبيره. بس انت متاكد هنا نظريه كولر ان انت بترجع لده طواعيه بمزاجك اهو باين يعني. اسامه ابو علي باين ان هو بيشاور لهم، امام عاشور بيبص لمستر كولر طبعا طواعيه لان مفيش فريق يقدر يضغط ال 90 دقيقه، ولو عايز تضغط ال 90 دقيقه حتى بعد ما تحرز هدف يبقى انت ما عندكش مباراه بعد يومين. اوكي. ده مساله صعبه. الاهلي عنده رهان صعب جدا، وانا راهنت سامي الشيشيني عليه من شهرين كده، قلت له الاهلي يقدر يكسب كل مؤجلاته. الاهلي بالروتيشن بالقايمه القويه جدا يقدر، بس لو اشتغلها صح. هو بيشتغلها صح دلوقتي، بيعمل روتيشن وفي نفس الوقت اكسب برد نص ملعبي والعب على المرتده. اخر سؤال في الجزئيه دي، هل بقى مساله الاتقان يعني الاهلي في اللقطات اللي احنا شفناها وهو بيدافع، والاهلي في نفس الوقت في التحولات وفي التسجيل، هل شايف انه النمطين في اللعب الاهلي اتقن نسبه كام في الميه منهم؟ ممكن نقول مثلا 70% 70 75. وهو معاه كوره؟ وهو معاه كوره وهو ما معهوش كوره، يعني بمعنى
الاهلي معنى انه يرد هنا محمودي، معنى ان النادي الاهلي يرد هنا، خلينا كمان برضو نقرب دايما بريال مدريد. اوكي، لازم اي فرقه كبيره لما ترد في التلت الاخير اللي احنا شفناه ده، لازم لما اقطع الكوره اذيك بجد. ما ينفعش ان الراجل ده يبقى مثلا حسين الشحات وده مثلا بيرسي تاو او طاهر محمد طاهر وده امام عاشور وده اسامة ابو علي، وانا ما يكونش عندي مساحات اقدر اذيك فيها. معنى كده التحولات بتاعت النادي الاهلي عايزه تتحسن، وده هنيجي في الحالات بتاعت امام عاشور تحديدا انه ممكن يبقى فيه مغالبه جري شويه، لكن الاهلي او اي فرقه كبيره اما ترد في التلت الاخير واللعيبه الثانيه تدخل جوه مواقع الدفاع واضغط واقطع الكوره لازم اذيك 100%. طيب ده كان توضيح لاهم كونسبت كان موجود عند الجمهور الاهلي من حيث فكره الكوره، والاهلي مش ليه مش قوي على الكوره بعد الهدف الاول وليه مش بيستحوذ. فده كان رد شافي من كابتن وليد صلاح الدين. بعد الفاصل بقى نفند على الفردي واحد واحد ونشوف ايه المشكله في مساله المراوغين سواء في الاهلي او في الزمالك. مين افضل مراوغ موجود في مصر في الوقت الحالي وايه اللي فقد في المرحله اللي فاتت؟ فخليكم معانا بعد الفاصل وحلقتنا المثيره مع كابتن وليد صلاح الدين. وصلنا لفقرة الكورة، والكورة مع وليد صلاح الدين دايما أحلى. النهاردة بنتكلم عن المراوغين في الدوري المصري، ولازم الأول نوضح للناس جزئية مهمة جدا. قلة عدد المراوغين في الدوري المصري له علاقة بأنه رقم 10 انتهى من الكورة، أن المراوغات بقت حكر أكبر على الأجنحة، أنه المراوغ بالطريقة القديمة وليد صلاح الدين حازم إمام رونالدو الظاهرة الناس دي ما عادش المركز ده مطلوب في الكورة زي الأول. خلينا نفصل رقم 10 عن فكرة ان المراوغة بقت اقل. لا، هي القصة كلها قصة اللعيبة مظلومة دلوقتي في حاجة في طرق اللعب. كل أندية العالم اول ما تفقد الكرة بتقفل المساحات وبتضيق المساحات، بما يعني ان انت دايما على طول في موقف بلغة الكرة مخنوق. عدد المدافعين دايما اعلى من المهاجمين، فللأمانة يحتاج جدا جدا اللاعب انه يكون خامة مختلفة وامكانيات عالية علشان يعرف يحل الموقف ده. زمان في الكرة بتاعتنا للأمانة كانت يعني اللعب مفتوح اكتر من كده شوية، الفرق بنسبة بتهاجم، عندك مساحات تقدر تبين فيها موهبتك، بس كان اللعيب بيعمل كل حاجه. اللعيب بيعمل كل حاجه، جاي لك بعد يعني شويه هنشوف اللي انت كنت بتعمله. ما مش عايز اظلم اللعيب، 8 و10 واستلم من تحت واستلم من فوق كل الكلام ده كان موجود ودلوقتي يعني. برضو في لعيبه بتعمل كده، لكن انا اتمنى من كل الفرق، احنا بنتفرج على العالم كله وباينه طبعا موهبه محمد صلاح قوي في فكره ان لو اول الدوري بيلعب اخر الدوري، اخر الدوري ده وهو معاه الكوره بيهاجم بيهاجم صحيح. بيهاجم صحيح. بكثافه، لان صحيح. هو ما عندوش فكره ان انا ابقى مغلوب 1-0 بس كفايه، عنده جمهور وعنده كل حاجه يعني في الدنيا. يعني طالما اتغلبت خلاص التلات نقط راحوا، واحد زي ثلاثه زي اربعه. فقصدي فكره احنا محتاجين في الكره المصريه نغير شويه مفهوم ان انا الحمد لله ان انا كسبان خسران 1-0 كويس قوي، ان انا خسران 2-1 ما يدخلش فيا. لا، انت وانت معاك الكوره لازم تهاجم بعدد كبير لو عايز فعلا تتعادل. دي كوره اصلا، بنلعب كوره ليه يعني؟ عارف دي لو الدنيا هنا الفكره دي اختلفت شويه هتلاقي مساحات، هتلاقي مواهب علشان ما نظلمش اللعيبه. طيب قبل ما نيجي للقطات، بالنسبه لك انت مين اكتر لعيب ممتع في الدوري المصري في السيزون ده من حيث المراوغات، من حيث الافشنسي؟ ممتع، مين بالنسبه لك الاكثر متعه في الدوري المصري؟ بص، هو في لعيبه كتير للامانه، بس انا بشوف الاكثر امتاعا من وجهه نظر انا مصطفى فتحي. أوكي. مصطفى فتحي يعني عنده لمسة مختلفة. حتى مصطفى اللي بيجمع ما بين انه يقدر يرقص في مساحة كبيرة، يعني لو انت في مساحة ولعيب داخل عليه لا ممكن يزعله، يعني ممكن يزعله جامد، ولو الدنيا ضيقة ومخنوقة يقدر يتصرف. طب يلا طالما فتحت الكرة معاك اولا ونبدأ بمصطفى، نشوف ليه مصطفى في وجهة نظر كابتن وليد صلاح الدين كان هو امتع من في الدوري المصري من حيث المراوغات، سواء الواسع. السلام يا سيدي يا سيدي. انت بتسجل؟ يا سيدي يا سيدي، احنا لايف. لايف. يلا يلا نعرض على الشاشه ونشوف مصطفى فتحي مع كابتن وليد صلاح الدين. الميزه الاساسيه عند مصطفى فتحي في الواسع وفي الضيق، اتفضل يا فندم. مصطفى يعني هنا بص كل ده ضيق وخد الاثنين وعمل اسيست، ادي واحده. اوكي. لزلاكه طبعا. وهنا بص مصطفى برده ضيق، بص خد الناس كلها وحط ببطن رجله جون.
يعني انا شايف مصطفى بيقدر يتحكم في هو عايز يودي الكره فين. نقطه مهمه جدا اللعيب بص اتخنق هنا اتخنق بص الترقيصه وبعدين هياخد لبره تاني وبعدين هيحط جول. يعني مصطفى عنده تغيير القرار في جزء من الثانيه. معلش ممكن نرجع لها دي كمان. يلا هنا اوفن هنا هو في دماغه ومخه بيغير القرار. هو لقى ان متهيألي امير عابد او هو لقى مدافع ولقى مدافع تاني ورا قفل عليه. حلو. فدلوقتي عنده حل من اتنين، يا يلعب باص بقى لورا للباك بتاعه، يا اما ياخد الفكره دي. الفكره دي يعني فكره عبقريه من المساحه ضيقه جدا جدا ان انت تضرب الاتنين وبعدين تغير وجهه نظرك وتخش لجوه وبعدين تحط في البعيده. ممكن يعني تاني يا جماعه برضو اللي فاتت دي تاني عشان برضو عايز اسال هنا سؤال مهم جدا، لانه المره اللي فاتت كان معانا كابتن رضا شحاته فكان بيتكلم على اخر جزء من الرجل اللي هو اللي وسام حطري ده يا كابتن. اخر جزء من الرجل. ففي الاعاده في الكادر الضيق هنا السحبه دي بقى يعني انك تاخدها باخر جزء من رجليك من تحت، ما بتاخدهاش بوش رجلك. نقف هنا اللي جايه بقى، اللي جايه دي هو عايز انت بتاخد عايز يقعد رجلك بالظبط كده من هنا. ما هو بص هو ضيقها قوي قوي قوي. بس هنا حرفنه مصطفى في ايه؟ اي لعيب تاني ممكن هو بيعمل كده تطلع بره. صح. يعني فكره ان انت يبقى عندك قرار الترقيص مع حساسيه رجلك ان اللي انت عايزه يتعمل بالظبط. يعني الهدف بتاع الرجاء مثلا وانا بلم لو كره طولت خلاص. هنا حاجه جديده ما بنشوفهاش في الدوري المصري خالص، محدش بيرقص الجول خالص. يعني انا حاسس ان احنا الموضوع ده انتهى من الاجيال بتاعتنا. اي حد بيحطها لو انت فاكر. طبعا لا يعني انا افتكر لي كده وعندك فريق اعداد شاطر. معلش نرجع للي فاتت دي يا رجاله. امتى مهاجم راح بانفراد رقص الجول؟ افتكروا كده في الدوري السنه دي. مش يعني قليل جدا، يكاد يكون ممكن ما تلاقيش كمان. ممكن اديني اشرحها كفوتورك يعني معاك الكوره. لا هايل طبعا. اشرح دي كفوتورك بالنسبه للناس. بص هي سهله. بس هو عمل حاجه. حط ستارز الجزمه، حط ستارز الجزمه الشمال، ستارز الجزمه الشمال دي حطها كده علشان يقرب اللي فاتت بقى. نرجع لها يا جماعه تاني بس عشان كابتن وليد يشرحها وهو معاه الكوره اللي احنا بنتكلم عنها. لا اللي فاتت اللي قبليها اللي قبل دي على طول بالظبط. بص هو بقى بص هنا بالراحه بقى بالراحه. بص شفت دي هي دي. ارجع تاني. هي هنا خلاص هو ممكن يحطها. بس هتلاقيه راح حاطط كعب الجزمه. كمل بقى ستارز الجزمه عشان يامن نفسه زياده. أوكي. اللقطه اللي قبل كده علشان يحافظ على هدوءه ويستنى حارس المرمى. هنا طبعا ظابط الاوفسايد هايل. واول سنده باليمين كويس. دي بقى دي شفت دي اللي فاتت. ارجع. بس هنا المفروض ان هو يحطها على طول. هو حط رجله ستارز الجزمه عشان فوق الكوره عشان تاخد اللمه الزياده. ده بسام ولا مين؟ أعتقد حارس المرمى اعتقد. علشان يستناه انه ينزل خالص. علشان يضمن ان هو خلاص بتاع النزول. صح خلاص حارس المرمى. طلع بره فكره الثبات بتاعه. ممتاز. فهدف جميل جدا وما بنشوفش جي. هنا لقطه مختلفه خالص. رقص الراجل وراح قاطم بيه تاني لجوه. وبرضو القرار في دماغه ان هو ياخدها بيمينه. مش كل اللعيبه الشول بعد لما يرقص كده تاني. الطبيعي جدا ان هنا يحط في البعيده. لكن هو رقص الراجل وثبته تمام وراح حاطط بيمينه. قرار انك انت لعيب اشول وتشوط بيمينك في الضيقه قرار هاي. مصطفى فتحي لعيب ممتع والسنه اللي فاتت احرز اهداف كمان حلوه قوي وهو من الممتعين جدا السنه دي. لكن الجمهور بقى يقول لك كل ده في المنتخب فين؟ ليه مصطفى دايما مش عنصر اساسي او على الاقل من الناس اللي بتاخد على طول في المنتخب؟ لازم تستنى صلاح يتصاب وصلاح مش موجود او زيزو مش موفق عشان ياخد مكان. خلينا نتفق يا محمودي ان احنا في فرق بين الموهبه اللي يعني ربنا اداها لك، وفي فرق بين الارقام والاحصائيات، وفي فرق بين المردود بتاعك انت سواء في فرقتك او في منتخب بلادك. يعني ايه قصه مصطفى فتحي بيلعب مكانه احسن لعيب في العالم او واحد من احسن لعيبه في العالم محمد صلاح فمش رقم اثنين. ايوه بس هو ما برضه في الاخر هي قناعات. يعني الكابتن حسام حسن اظن انه حاطط زيزو رقم اثنين. زيزو بيلعب ممكن يلعب 8 يمين. ممكن حتى الكابتن حسام اشتغل بيه كباك رايت في المباراه الاخيره. بس هي الفكره في الاخر ان في حد حاجز المكان ده. ده مش معناه ان انت لعيب قليل. لا مصطفى فتحي لعيب كبير. ولكن يعني انا ما بحبش دايما احط فكره الحرفنه
مقارنه بالارقام انا ما بحبهاش. الحريف حريف خلاص. طيب. فكره انت بقى بتلعب ارقامك عامله ازاي، خلاص ده انت كده بتروح لمستوى دولي ملوش علاقه خالص بفكره انت حريف ولا لا. ماشي. طيب تعالوا نروح لاسم تاني يا جماعه، لانه واحد من اكثر الناس تاثيرا على الاهلي وحتى على المنتخب المصري، ولعيب احنا كلنا طمعانين انه يكون عنده الاحسن، يوصل للبرفكشن او للكمال، لان عنده كواليتي عالي جدا، وهو امام عاشور رحلة احترافية ثم عاد للاهلي ليقود الاهلي للاقتراب على للفوز بلقب الدوري الممتاز. يعني امام عاشور في فكره المراوغات، انا معايا واحد يعني احنا ممكن نقعد كده شويه نسيبنا من اللي بنقوله ده خالص ونقعد نستمتع بخالد صلاح الدين بصراحه. مام. يعني كم تنطيقه لو قعدنا نحاول؟ لا مش ب... لا يعني مش بالجنس صعب. بالجنس صعب الموضوع تاني. طيب امام عاشور في فكره المراوغات كان اخباره ايه؟ اولا امام تالنت في المراوغات ولا بيحب انه الشكل يكون فيه افشنسي اكتر من جمال المراوغه نفسها؟ بص هو لغايه دلوقتي امام مش مكتمل في فكره الحرفنه بتاعه الترقيص بتاعه المراوغه. احنا طبعا بنتكلم بتركيز اكتر على فكره المراوغه. امام على طول دايما انت هتلاحظ ان في لعيبه في الواسع كويسة جدا، في المساحات كويسة جدا، في الضيق بتبقى صعب، في الضيق بيبقى عندها بعض المشاكل. امام هنا امام لازم يباصي لوسام، لو عمل فيه كادر تاني هيبان. لكن امام ساعات كتير جدا جدا بيغالي انه يجري بالكرة كم بس وقف هنا. باص لامام، باص لهناك وسام ابو علي او حسين تقريبا. بص هنا متغطي بالباك رايت سهله جدا، وفي اكتر من 3 4 متر مغطي الاوفسايد، مبالغه ان يخش بالعرض اكتر بالظبط. ولما أوكي. هتروح بالعرض هتعمل ايه؟ هتروح فين؟ امام ساعات كتير جدا بيعمل دي، فكره ان انا باخد قرار بس مش عارف اللي بعده زي دي بالظبط. بص اوف هنا، هنا لازم الم في المفتوح في الواسع في الواسع، احط بقى ببطن رجلي او احط الطاهر او احط الوسام او اتصرف. هنا خد قرار تاني، الكرة هي اللي ممشياه، كمل بقى. هو لقى الدنيا مخنوق، كمل عايز ياخد هنا ضربة جزاء. طبعا الحكام بصراحة انا شايف ان الثلاث حكام الاجانب هايلين كلهم بصراحة، لان الحاجات دي كنا وقفنا فيها في الفار ساعات يعني كتير، بس ما علينا. دائما برضو عدم الحرفنة مرة، وبرضو نفس الكلام العرضي. نفس العرضي الكلام أكثر. برضو بالعرض كتير. انا عايز اقول حاجة لامام، حاول بقدر الامكان تخلي نفسك معاك. يعني في حاجات مش محتاجة، دي مش محتاجة فيها. بس مش دي محتاجة، ماشي كسبان وعايز يدي كوبري ماشي تمشي يعني في الدقيقة 82. انا برضو يهمني التوقيت ويهمني الحالة، دي الأورانية الدقيقة التامنة لما الأورانية التانية ما ظبطتش برضو في الضيق. إمام لسه ما ظبطش هنا برضو، حالة بقى عايز يخرم بطنه ما ينفعش. طب ممكن هنا بقى نجيها بقى تكنيك لوليد صلاح الدين، إنه في الحالات اللي زي دي عدية، مصطفى عنده بيور تالنت، يعني مصطفى هنا في الحاجات دي بيعدي ما عندوش مشاكل. هنا إمام كفوتور ككابتن وليد، في تيبس أو نصيحة تقدر تقولها له في التحكم في إيقاع الكورة عشان ما تصطدمش بالمدافع على طول؟ لازم يبقى عندك بلان. انا داخل عليك يا محمودي ماشي. بعمل فنت وباخد كده ليه؟ ليه عايز اروح هنا ليه؟ لازم ابقى انا وانا رايح لك عندي بلان، مش رايح لك انا عايز ازق وخلاص. اوكي فاهم الفكره. يعني في اللي فاتت دي لو نجيبها نرجع للضيقه تاني، انت هتلاقي 4 لعيبه على نفس مستواه ممكن يعمل كده ويباص اهي. كمل بالهداوه يا جماعه، بالهداوه بقى مع واحده. لا مش دي اللي قبليها، اللي قبل دي دي حاله غلط مليون في الميه. حاله غلط مليون في الايوه. دخل مع واحد، بص كريم. بص ارجع انا هنا كلعيب ما ينفعش افقد الكرة دي. بص وسام رايح في مكان كويس، جاي حسين الشحات جاي من هناك، انا لو وقفت كمل سنة هتلاقي كريم داخل في الهجمة جاي من ورا. بص فالبلان نفسه فالبلان نفسه في الهجمة مش مظبوط. وبرضه خد بالك هو عايز يعدي الاول وبعد كده يشوف هيعمل ايه. انا مهم جدا، ومش هي دي الحالة. كمل برضه هتلاقي في حالة في نص الملعب تحديدا، متهيألي دي غلط مليون في الملعب. انت عايز تروح فين هنا؟ الدنيا مخنوقه جدا، فبالتالي لازم يكون عندك بلان بتحاول تعمله. برضو هنا الناس كلها فاضي، اقف. بص اكرم، بص يا محمودي، بص ببط رجلك اهو، بس اهو الراجل اهو، وهو يروح بالكوره على تبقى 3-3. يعني مش لازم لو اتلعبت وان تاتش واحده، الثانيه انفراد سهله جدا. بص برضو
عايز اعمل حاجه مهمه عايز اعمل حاجه مهمه. وانت هنا بقى 0-0 دقيقه 26 مع انها مخنوق. ما هو مشكله امام وبيزعل بعد كده لما بيطلع. ما انت من كتر المجهود الكبير برضو دي اوف بس دي ماشي انا فوتها له عشان هو عايز يعمل لقطه جمهور. هو عايز يرجع بس ميدو سنة عشان تبقى الناس شايفه الكاميرا عايز يدي ميدو كوبري ماشي هي. ودي برضو في الدقيقه 8 دي اللي احنا جبناها خلاص دي عايز يعني أوكي. كل دي مراوغات لامام المفروض ان المردود بتاعه يبقى احسن من كده. ممتاز. يعملها ازاي؟ انا عايزه يتفرج على لعيبه كبيره. يعني انت تتفرج على مثلا احسن لعيب في العالم ميسي مثلا. الكره بتيجي لمسه واحده في بلان موجود نص الملعب. ميسي ده بعيد عننا كلنا. لا ما انا بلاش ميسي. ما انت بص اما هتتعلم اصل معلش هي قصه انا مش عايزك تبقى زي ميسي يعني بس هي الفكره مش في كده. احنا بنتكلم في الكوره فكره ايه. الملعب ده متقسم مناطق. انا النهارده هات الكوره انا النهارده عايز الجون اهو وفي 5-6 واقفين الدنيا مخنوقه. طب ما اهو اهو وخلاص يبقى انا خدت نفسي معايا. لما الكوره تجيلي تاني احنا لما بنعلم الناشئين بنقول له ايه كره لما تجيلك ويجيلك المدافع وراه مساحه اول قرار ليك انك روح رقصه. الراجل جاي ويعني كده فاضي وكده فاضي وراه مساحه روح عدي. لكن انا لو انا جاي لك وانت واحد جاي يغطي من هنا وواحد جاي يغطي من هنا هروح فين؟ طيب. يبقى انا ما عنديش بلان بفكر فيه ان لما رقصك التاني هياخدها. ماشي ده بالنسبه لامام السلبيات اللي كانت موجوده لكن في حاجات تانية ايجابيات كتير بالنسبه لامام في نفس المرحله. عايز بس قبل ما نشوفها اتناقشنا قبل كده في فكره ان امام يستلم من الباكات يعني يرجع لورا شويه لانه الفيجن عنده ممتاز. أوكي. هل تؤيد دي مع الاهلي ولا صعبه؟ كل جيم كل مباراه حسب انت شايفها ازاي جوه الملعب. في مدرب او في نادي يسيب لك ان انت كتمانية شمال تنزل تستلم من عند الباك ليفت هم رضين مثلا. في فريق تاني ضاغط عليك بطول الملعب زي الزمالك زي الاهلي انا مش محتاج تلعب على الباك ليفت تستلم من الباك ليفت ليه انا محتاجك بعد نص الملعب. مش. يقوم بالكلام ده عبد المنعم يقوم بالكلام ده مروان عطية يحضر الهجمة مع رامي ربيعة لكن انا عايزك تستلم ما بين الخطوط زي طيب. مباراة بيراميدز. يلا نشوف الايجابيات يا جماعه. امام عاشور الجزء الايجابي اللي كان موجود مع الاهلي. يلا بص دي مثلا اقف هنا دي الدقيقه كام؟ 93 فاضل قد ايه؟ 3 دقائق. يبقى انا هنا هو ذكاء كبير انه يفكر ان خلاص دي تكاد تكون ممكن اخر هجمه او القبل الاخيره خلاص عايز يعمل حاجه غريبه. مستر كولر اهو القريب هو عمره ما يتخيل ان امام ده اللي انا عايزه منه ان انت لما تيجي الدقيقه 93 يكون معاك نفسك تقدر تعمل كده. كمل بقى بينا. بص ادي واحد زائق روح وقلب زائق ده في ليه لانه في الواسع بعمل حاجه فيها ريسك عالي جدا لكن وطولي كمان مش عرضي يعني مش قاطم لجوه لا واخد الخط لحد الاخر وهو يقدر يعمل بس انا قصدي ايه القرار هنا واضح ان انا في الدقائق الاخيره عايز اروح بقلب وبروح واعمل حاجه تستحق الريسك. تيجي بقى ما تجيش هي ممكن كانت تخبط في رجل الراجل القطه دي طبعا هايله التهويشه دي رائع طبعا رائع فيها حلوه قوي وكمان قرار التصويب برضو رائع دي هايله طبعا انه يكمل كل ده طولي امام عاشور بالطول وشه للمرمى وجاي بوشه دي واحده بقى اقف بقى هنا اقف هنا هو ده اللي بيميز امام حتى لما كان في نادي الزمالك. اوكي. فكره ان انا باخد بالطول مش بالعرض. كمل بقى بص هيروح بالكره دي اكتر من 40 50 متر استاد القاهره كبير جدا واسع جدا بص راح 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 في الاخر ضربه جزاء. بس الكلام ده كان في الدقيقه كام؟ تفتكر؟ اول شويه اول دقيقه اول دقيقتين ثلاثه. اوكي. فهنا انا نفسي معايا وعندي الجرأه هو عنده جرأه بس برضه بقى هنا استلم منين يعني اول كره بقى ده اللي كنت بقوله يا كابتن انه استلم من منطقه بعيده هو دي عنده منطقه الثمانيه بتاعته لكن كمان دي مش تحضير للهجمه هو خدها مش بنى هجمه يعني في ثمانيات ساعات السردباكات لما يكون معاهم الكوره مثلا عبد المنعم مع الكوره كريم فؤاد يروح للاخر وثمانيه امام عاشور هو اللي ينزل يستلم يعني لو عندك الجون لو نعرف نحضر سريعا هدف الاهلي يا التاني يا التالت في الزمالك في مباراة 5-1 مع موسيماني هتلاقي ان قفشة عمال يلف واستلم الكرة من عند علي معلول من عند الباك ليفت وهو اللي عملها لغاية لما ديانج احرز. طيب.
هنحضر الجون لو لقيناه. يعني النظريه واضحه في موضوع امام يا جماعه انه الافشنسي الموجوده عند امام قويه جدا، لكن كل ما كان انت رايح بوشك على المرمى اكتر، دي نظريه كابتن وليد، العرضي بيوقعك بالذات لما ما يكونش فيه بلان في بناء اللعبه من الاول. والاهم من كده محمودي معلش انك يبقى نفسك معاك أوكي. طول ما انت هتغالي انك تمشي 20 متر عشان تباصي باص بالعرض، بعد كده مش هتلاقي نفسك صح. وفي الاخر هتزعل لما تتغير في الدقيقه 60 او 70، هتحس ان انت على طول معترض، وليه المدرب بيطلعني في الوقت ده؟ وارد جدا الجي بي اس بتاعك جايب ان انت خلاص بدات تدخل في الزون، في الريد زون، وبدات بدنيا صح. تبقى واقف. طيب الجزء الاخير عن مصطفى شلبي، واحد من اللعيبه اللي مؤخرا ابتدت تبقى احسن مع الزمالك، الاسهام بدا يكون افضل يعني مع الزمالك، ومصطفى شلبي في اجنحه الدوري الممتاز اخباره ايه في هذه القصه؟ فتعالوا نبص مع بعض على مصطفى شلبي من وجهه نظر كابتن وليد صلاح الدين. مصطفى اخباره ايه؟ مصطفى هايل في الواسع زي برضو امام. مشكله لعيبه كتير في مصر ان في الحاجات الضيقه في الزحمه تضرب لخمه، بيبقى مش احسن حاجه. مصطفى محتاج جدا جدا يشتغل على فكره السهل، ان انا لما الاقي الدنيا مخنوقه اباصي باص عادي لجوه مش لازم، لكن لما الاقي بص هنا مصطفى خلاص مساحه يقدر يزق، بص مساحه موجوده يقدر يزق ويروح ويزق تاني، ما شاء الله بدنيا عالي وبيحطها يعمل بيها جون. دي ميزه مصطفى شلبي، ان انت في كل الاحوال وانت داخل عليه انت مش عارف هو هيدخل لجوه ولا هيطلع لبره. فحاجة كده زي يعني برضو مش عايزين نقعد نخرج جريليش مثلا، بس برضو نفس الموضوع، هو بياخد في حتة واسعة خلاص المساحة عنده يقدر يزق، وما شاء الله هو بالرجلين كويس كمان كويس، والرجلين اليمين والشمال شغالين. لكن احنا هنشوف بقى هنا بقى في الضيق، في الضيق بص مخنوق مفيش ولا فيها حاجة، فقد الكورة هنا برضو الدنيا ضيقة مفيش اتقطعت، واخد بالك؟ فهنا احسن الباص السريع. برافو يعني عليك. لو عدنا الحاله اللي فاتت دي لو عدنا الحاله اللي فاتت هنا بقى في البص في الوقت لو عدنا الحاله دي ده الضيق باص واحد يخلص. اوف هنا الانسب اعدي في ثلاث لعيبه صح، والخط قريب جدا مني مخنوق، يعني ما اقدرش ازق على الخط هتطلع بره وما اقدرش ادخل جوه، ارجع بقى الرؤى واخد انا ايه مساحه، حتى لو هقطه معاكس الملعب لنضاي اللي بيجي الناحيه الثانيه مثلا، الناس يعني كلها فاضيه. فهو أوكي. ده اللي برضو اللعيبة الكبار بيتقاسوا صحيح. بمدى فقط اللي جاية دي واسع وضيق، يعني بيوضح بقى اللي انت بتقوله انه على الواسع هو تمام، لما الدنيا ضاقت بقى الموضوع صعب بالنسبة لمصطفى. برضو بص ده في الواسع خلاص زقيت مفيش مشكلة وعملت مع متياب حلو وجميل عمل اللي عليه، هنا بقى اتخنقت هنا اتخنقت اباصي اباصي خلاص اتخنقت، انت صح. انت مفيش مساحة تقدر تعدي، لو خدت كرة لورا هتلاقي ممكن حد دونجا جاي، ممكن شيكابالا كان بيرفعه وهكذا. اللعيبة الكبار يا محمودي بيتقاسوا بمدى فقد الكرة. أنا اللعيب الكبير اللي يعرف كل موقف، وأنا شخصيا واحد من أكتر اللعيبة اللي شفتها في تاريخ مصر بتلعب صح محمد بركات. طبعا محمد بركات هو في كده في الدنيا محمد بركات، لو أنت تجيب له اي حاجه من اي هايلايتس في اي حته هو بيلعب اللعب الصح، اللي هو فكره لا الدنيا مخنوقه ابسط حاجه لقى في مساحه ازق لقى في، يعني فكره انك ازاي تلعب صح جاي له مع المنتخب الاولمبي دلوقتي. اذا الخلاصه مصطفى فتحي بيور تالنت في الكره المصريه، وهو افضل مراوغ موجود بمقاييس كابتن وليد في الوقت الحالي، امام مصطفى شلبي وغيرهم وغيرهم، الافشنسي موجود لكن فكره القرار نفسها هي اللي بتصعب الامور بعض الشيء. ده الجون اللي انت طلبته لامام عاشور في مباراه الزمالك، ديانج جون ديانج ده اللي انت كنت طالبه. قفشه من الاول خالص خالص، مستلم منين؟ مستلم من الباك ليفت. اوكي بص قفشه فين ده، احنا لو رجعنا لو كمان عندنا دي هتلاقيه من الباك ليفت قوي من الاخر. فانا اقصد اقول ان هنا ممكن الثمانيه او ممكن العشره ينزل يقعد يلف على الملعب كله. على فكره قفشه اللي عامل الجون ده كله صحيح من اوله لاخره. هي فكره ان مفيش مشكله امام عاشور لما ينزل ثمانيه او اكرم توفيق او واتيفر السوليه او اي حد بيلعب ثمانيه، المركز مش هو الاشكاليه بالظبط، هي فكره ان انت يكون عندك بلان. انت قفشه هنا من اول ما استلمها ناحيه الشمال هو عارف عنده بلان يعني صح. هو بيحطها لواحد وبياخدها تاني علشان بص فين اهو ده باك ليفت، بس اقف هنا برافو عليه، ده كده فين؟ ده في مكان علي معلول، لكن بص بقى هيعمل ايه؟ ادي علي معلول بص فين وده الثمانيه بتاع النادي الاهلي، كمل بقى هياخد الكوره هيبص مخنوق ديانج هو تاني
هيسن تقريبا على السوليه اهو. بص هو تاني شايف وبيضرب خطوط، هو ضرب الخط الاولاني بتاع نادي الزمالك وبعدين بيقول له هات تاني، لسه نص الملعب ما اتضربش الباص ده، بس اقف ضرب الخط التاني، هو ضرب كده خطين بثلاث اربع باصات والتالت جاي فاضل خط واحد. هنا بقى التكه اللي هي دفاع نادي الزمالك بيرجع لورا وبيحلق ومحمد شريف حطها لديانج عمل الجون. يعني صحيح اه فيها توفيق بس عنده بلان. فبالنسبه لك ده الفرق الجوهري بين قفشه وامام؟ مليون في الميه مليون في الميه. ده ما يتباعش يا كابتن. لا لا ولا يتعار ولا يتباع. لا 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 يعني عرض الوحده السعودي بتاع النهارده ده ما اعتقدش ان كولر ممكن يرحب بحاجه لا زي لا كده. لا لا يعني. انا ما بيعش قفشه ابدا ابدا، لان هو في الاخر وراضيه ماديا، بس هو في الاخر ايه؟ اللعيب مش امكانيات بس، اللعيب دماغ. انا النهارده كل اللعيبه اللي خارجه حتى زيزو النهارده في المنتخب كله زعلان. يخرج امام قلب وشه، يخرج مش عارف حسين الشحات قلب وشه. هي فكره زيزو ان يكون معايا لعيب تالنت وموهوب وبيغير في نتيجه المباراه تحتوي كويس وكمان هو راضي. لا هي فكره الرضا. يعني بص في ماتش بيراميدز هو كره جات له وهو قاعد على الدكه راح ساندها على صدره هو راضي مرتاح. الموضوع يا جماعه ابدا عمره ما كان بالكم، الموضوع مش انت مش بتاخد في شوال وتمشي، هي الفكره بالكيف. وده انت عشته على الصعيد الشخصي، انه تاثيرك في الفتره بتاعتك في الملعب كان يضاهي لعيبه الملعب بوضوح. يعني انا عشته كتير واظن الحمد لله والشكر لله من اللعيبه القليله جدا 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 اللي الاستاد كله كان بيقول اسمها. انا امبارح سمعت قفشه، يعني سمعت الجمهور بينادي ان قفشه. على فكره دي مكانه مش كتير من اللعيبه توصل لها، ان الجمهور كله يبقى عايزك تبقى موجود في الملعب بينادي على اسمك. فهي الفكره قفشه لازم يتقدر كويس، قفشه ما يتباعش. انا وجهه نظري هيفقد الاهلي كتير جدا جدا، من اهم مميزاته ان يكون عندك حد على الدكه يقدر يتحكم في رتم المباراه. متعه مستمره مع كابتن وليد صلاح الدين في نقاشنا معاه في هاتريك، ولكن بعد الفاصل عندنا لسه قضايا كتير. هنروح للمنتخب الاولمبي وهنروح لفقراتنا في هذه الحلقه، فخليكم معانا ولكن بعد الفاصل. في أول الثمانينات استلم عادل إمام الراية من أحمد زكي اللي بيسيب فيلم الحريف بعد خناقة مع محمد خان على قصة شعر البطل. بيغير عادل إمام جلده تماماً وبيخرج فيلم الحريف للنور سنة 1983 وبيعمل مفاجأة وضجة كبيرة. وفي نفس السنة بيتولد حريف جديد في الأهلي، وليد صلاح الدين، الشاب اللي بيلعب في خط الوسط واللي ما كانش ساعتها عارف انه بعد كام سنة هيبقى على معاد مع لقطة سينمائية هتبقى نقطة فاصلة في حياته. سنة 1988 وتحديدا في ماتش اعتزال بيبو محمود الخطيب بيظهر وليد صلاح الدين وهو بيستلم قراية من معشوق الجماهير، رسالة من بيبو ملهاش معنيين، اطمنوا يا جماهير الاهلي الشاب ده هيبقى خليفتي. وللتأكيد أهداء التيشيرت رقم 10. تركيبة أمير الموهوبين كانت تركيبة سحرية تمام زي سينما محمد خان، بطل هادي وثابت ومش مغرور، ودي كانت نصيحة بيبو. وفوق كده موهبة وحرفانة استثنائية، ودي بقى حاجة كده من عند ربنا. وبعد سنة واحدة من اعتزال الخطيب بيصعد وليد صلاح الدين للفريق الأول في النادي الأهلي، وبسرعة موهبته بتنقله للتشكيل الأساسي. 20 بطولة محلية وأفريقية وعربية مع النادي الأهلي، ومشاركات ما تتنسيش مع المنتخب المصري. رحلة طويلة في الملاعب استمرت لغاية سنة 2007 لما قرر الاعتزال، وهنا فصل جديد من حدوتة وليد صلاح الدين، حريف التحليل والإعلامي الرياضي ابن البلد وقدوة ملايين الشباب في الأخلاق وفي الحرفنة. نفس الرغبة تقريبا في الكلام مع وليد صلاح الدين في الكورة وعن مسيرته الشخصية، نفس التساوي في الرغبة في الكلام، فمحتاج ساعات وساعات طويلة يعني. لكن عملنا شوية حلوين في الأول ولسه عندنا شوية كمان بعد بعد المنتخب الأولمبي. اتفضل. خليني بس يعني أعمل تحية من عندك للكابتن مختار. طبعا يعني الشاشه جت عليه
واحد جميل. من الشخصيات العزيزة جدا جدا على قلبي اللي اتعلمت منه كتير جميل. وانا مدير كورة في النادي الاتحاد السكندري بصراحة صحيح. وبالمرة طبعا البقاء عزيزي طبعا كابتن محمود صالح كويس طبعًا. ان انت كابتن محمود صالح واحد من انظف الشخصيات واحلى الشخصيات والله انا عاصرته ولعبت معاه يعني لعبت مع الكابتن محمود صالح تقريبا سنتين ثلاثة قبل ما يعتزل حاجة جميلة جميلة جدا ربنا يرحمه ويغفر له يعني ويجعل مسواه الجنة يا رب يا رب. طيب منتخب الأولمبي صالح الجمهور أمام أوزبكستان بعرض قوي بالنسبة للعيبة صمود الجلد بعد التسجيل لأحمد نبيل كوكا مباراة كانت منتظرة للمنتخب الأولمبي ولسه الجاي مع أسبانيا والأمور كلها مفتوحة على مصراعيها يعني عندنا في المنتخب الأولمبي ثلاث محاور ما له علاقة بميكايلي والقدرة على قيادة مجموعة ما فيهاش محترفين ما فيهاش لعيبة كبيرة كتير إنها توصل للمرحلة دي رقم اثنين النني اللي هاجمنا قرر اختياره لكنه في المباراتين واحد من نجوم الماتشات يعني ورقم ثلاثة رياكشن زيزو بعد الخروج النهاردة هما الثلاثة بيدوروا حوالين يا جماعة بلاش قسوة على الناس يعني يا جماعة حاولوا بقدر الإمكان تشوفوا النواحي الإيجابية زي ما بتشوفوا النواحي السلبية منها بقى ميكالي واحد من المدربين اللي اتظلموا فعلا لأنه هو الراجل وصل أولمبيات وفي نفس الوقت انت ما عملتلوش اي حاجة تلات ارباع اللعيبة ديت عندها ظروف خاصة ما في منهم اللي ما بيلعبش في منهم اللي ما بيشاركش بصورة اساسية معنا دي حالة زي محمود صابر مثلا جاي من بعيد جدا 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 ما بيلعبش في بيراميدز ولما راح زد برضو ما شاركش كتير فكرة قطة كان جاي برضو من عدم مشاركة وبعدين بتغير له مركزه هو 8 يمين بيلعب 8 شمال كريم الدبيس ما بيشاركش خالص مع النادي الاهلي يعني حمزة علاء ما بيشاركش خالص مع الاهلي فبالتالي المنتخب ده عنده حاجات كتير جدا ظروف حواليه ومرورا بانك المفروض تاخد ثلاث لعيبه يعني جامدين جدا وانت اللي تختارهم حتى في المراكز معك. حتى ده ما كانش حتى الفاير اللي قامت عليه المغرب بالمناسبه دلوقتي كناشئين واولمبي المجنسين حقيقة. يعني حوالي 11 لعيب مجنس في المغرب غير اشرف حكيمي شخصيا صح اتغلبت المغرب قدام اوكرانيا لكن قدر على التاهل للمغرب لكن برضو ده فايل برضو كابتن وليد مهم في القضيه مليون في الميه بس انا اتمنى من كل الناس اللي بتحلل اللي بتقيم اللي بتقدم برامج يا جماعه برضو مش عارفين نتعلم ان احنا لما نكون داخلين على بطوله مجمعه ده بيحصل في امم افريقيا مع منتخبنا الاول ده بيحصل في تصفيات كاس عالم الانتقاد والقسوه بتبقى شديده جدا مع ان انت بعد يومين ثلاثه عندك مباراه صح. فانت انتقادات عنيفه في المباراه الاولى وفلان لا يصلح وفلان لا يصلح مع انك انت بعد يومين هتشيد بيهم ان شاء الله باذن الله هنعمل مباراه كبيره مع اسبانيا وان شاء الله نوصل ونصعد هتشيد بيه هم الاولاد مجتهدين جدا وظروفهم صعبه والمنتخب ده كله على بعضه حتى من اول اشراف عليه بتاع الكابتن محمد بركات بالظروف اللي عدى بيها فاحنا طبعاً. فاحنا نقف جنب الاولاد ونساندهم وندعمهم وهم بيقدموا اقصى حاجه عندهم زيزو لعيب كبير لازم يا زيزو ما واي لعيب في مصر يا جماعه انا ما اعرفش اللعيبه بتحسبها ازاي هو مش بالكم هو مش كمان لعيب ملتزم يعني ما بيعملش ده كتير هو مش اللي يقعد ال 90 دقيقه ما انت ممكن تلعب ال 90 دقيقه وما تبقاش كويس يعني مباراه الاهلي وبيراميدز الاولى امام عاشور زعل ان هو طلع طب هو كان كل المده دي مش كويس قفشه لما نزل لعب 10 دقائق كان احسن واحد في المباراه صحيح. فهي الفكره هو مش بالكم يعني وقلناها مره واثنين وثلاثه فمصطفى ميسي كمان اللي نازل هو واحد من اللعيبه الاساسيه جدا جدا في المنتخب الاولمبي من مشواره من سنتين فهي الفكره ان في الاخر ممكن هو يكون عايز يريحك ممكن يكون هو هيدافع ال 25 دقيقه فبالتالي عايز يعمل حاجه دفاعيه ممكن ميسي لما ينزل هيرجع مع احمد عيد يعمل دبل بريس فانت مش هيقدر هو يطلب منك كده حاجات كتير اسباب كتير اخيرا النني عشان اقفل الثلاث محاور اللي انت قلت عليهم نفس الكلام ما ينفعش يا جماعه يبقى لعيب كبير واحنا يعني يا جماعه كتر خير والراجل يعني مشكورا وافق والراجل وما قصرش والنني على طول بيجتهد زي نفس الحمله اللي معموله على محمد الشناوي محمد الشناوي بعد 7-8-9 سنين تالق رقم واحد في مصر يصاب اصابه صعبه جدا وخطيره جدا في الكتف وحارس المرمى بالنسبة للكتف حاجة مؤثرة جدا ويرجع بعد 4 شهور كل الناس انتقادات على اي هدف يدخل فيه يا جماعة ما هو ادوا للناس فرصة انه يرجع ويرجع بكامل عافيته
اللعيبه كمان محمودي بتضغط نفسيا بالمواقف دي، كل المواقف، وبقى يعني الله يرحمه احمد رفعت وربنا يشفيه مؤمن زكريا والناس، لعيبه كتير جدا بتضغط من كتر ما احنا انتقادات عنيفه جدا وتجاوزات وسب وقصف، وبيفتح السوشيال ميديا سياقات مختلفه، الولاد دول الموبايل معاهم وبيفتحوا وبيشوفوا وبيشوفوا وانت بتهاجمه وانت بتشتمه وانت بتنتقده باسلوب صعب جدا، وهم في الاخر كلهم ولادنا. طيب. ولاد مصر يعني. ان شاء الله ربنا يكرمهم. على ذكر التصرفات والهجوم والانتقاد من السوشيال ميديا، انا في موقف عايز رايك فيه. انت اشتغلت تقريبا كل حاجه في الكوره، يعني من لعيب ومدير كوره وعديت على كذا مكان، ومرنت كمان، ومرنت وخدت الدوري سنتين وكل حاجه مع النادي الاهلي عشان تبقى عارف، وكل ده في القطاع. ايوه في القطاع. احمد ياسر ريان ومجموعه ورمضان صبحي والمجموعه. ممتاز جدا. ظهر فيديو من يومين فاكيد فرح مروان عطيل انت شفته، يعني ظهر فيه كابتن خالد بيبو بيتكلم مع اللعيبه مع امام وكهربا، يلا عشان احنا عندنا حاجه، يلا عشان نروح. فظهر الفيديو انه اللعيبه في مكانها ما بتتحركش ما بتروحش وما الى ذلك، وطبعا انت عارف القصه ياه، ان مجرد ما ده هيتشاف هيبقى كابتن خالد بيبو حطه قدامه وسيد عبد الحفيظ، ده كان بيشخط وبينطر وبيعمل، والتاني اصله طيب و و و، فده كان الموضوع الخاص بالقصه. يعني لما انا سالت في الموضوع عرفت ان الفيديو يعني وقت التصوير ده كانت الساعه 11:30، اوكي اللعيبه عندها لحد الساعه 1 بالليل لحد ما تروح، يعني ميعاد العوده الرسمي انت عندك فرح عندك مناسبه 1 بالليل، وانه الشخصيه الخاصه بمدير الكوره ما ينفعش ان انت في وقت زي ده تبقى عمال بتدوس على اللعيبه، انت لو في تمرين غير فرح غير اي مكان. انا عايز اعرف رايك في التصرف في الاكشن نفسه، وهل مدير الكوره بالضروره لازم يكون قاسي في كل المواقف، ولا العبره ان انت ما يكونش عندك مشاكل في الكوره؟ بص انا ما شفتش الفيديو ماشي. بس بسمع منك يعني اول مره. الفكره محمودي شطاره مدير الكوره ان هو بيقيس كل موقف لوحده ماشي. كل موقف وكل حاله بحالتها. بمعنى انا مش هذكر اسماء، مثلا احنا مثلا في الاجيال بتاعتنا في لعيب كبير اتخانق مع لعيب صغير دخل عليه جامد فاتعصب عليه فشتمه، فالمدرب خرج الاثنين، مدير الكوره هنا انت تصرفك يبقى عامل ازاي؟ تصرف مدير الكوره ان هو خرج وهاجم اللعيب الكبير، فاللعيب الكبير هاجمه فبقت خناقه كبيره. دي حاله محتاجه ان انت يبقى فيها ذكاء، لا انا خلاص سامع اهدى، يدخل ياخد الشاور بتاعه ويخلص واروح جاي سحبه في مكتبي واروح مديله العقوبه اللي انا عايزها مثلا. اوكي. فالمواقف مختلفه، الموقف اللي انت بتحكيه هاخده منك زي ما هو كده بالظبط زي ما انت بتحكيه. كابتن خالد بيبو برضو الله يكون في عونه، الاهلي بيشتغل على كل الجبهات كل الجبهات، عندي مباريات مهمه مش عايز اللعيبه تجهد، اللعيبه طبعا اكيد بترقص واكيد بتعمل مجهود كبير وفي تمرين تاني يوم، فبالتالي هو كمدير كوره نفسه اللعيبه دي تروح بدري عشان ترتاح، علشان هو خبراته عارف ان بعد كده في شغل ممكن واحد يتعور بكره. أوكي. ولما يتعور ده حاجه كارثيه لانه خسر. ممكن يبقى لعيب اساسي وانا محتاجه. اللعيبه برضو للاسف اللعيب دايما عايز كل حاجه في الدنيا. اللعيب انا راجل مدير كوره وبتعامل مع اللعيبه عايزه كل حاجه في الدنيا. وانا كنت لعيب برضو كنت عايز كل حاجه. تفرق هنا اللعيب. في التعامل يعني لو دول مثلا كانوا حسين الشحات ومحمد عبد المنعم، اوكي هل يختلف عن لو كان كهربا وامام؟ يعني انت بتاخد التصرف طبقا لشخصيه اللعيب؟ لا 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 طبعا هو في الاخر التصرف واحد. يعني انا كمدير كوره لو انا في فرح زي ما انت بتقول كده بالظبط والساعة مثلا 11:30 وانا اللعيبة المفروض تتواجد في بيتها الساعة 1 زي ما انت بتقول، فمدير الكورة بينبههم ان يا جماعة كفاية كده قعدتوا كتير. على فكرة هو كله بحب بالظبط وهزار وفرح وبتاع وحركات. لازم لا لازم نتفق ان لازم اللعيبة تعرف ان مدير الكورة ده اخوهم الكبير، زي ما انا بقف جنبك في مواقف كتير جدا، انت بترفع سماعة التليفون والحقني يا كابتن انا مزنوق في الحته الفلانيه، الحقني يا كابتن انا عندي مشكله في الحته الفلانيه، الحقني يا كابتن انا عايز اروح مستشفى مش عارف، الحقني انا والدتي، الحقني انا والدي، الحقني انا اخويا، زي ما انا انت معتبرني اخوك الكبير، لان احنا برضو عندنا حاجه في المفروض بقى في الشخصيه المصريه نفسه. انت لازم تكبر كبير. يعني انا برضو مدير كوره وبكلمك، يبقى انت زي ما انت معتبرني كاخوك كبير في المواقف دي انا محتاج منك ان انت تكبرني. انا قلت لك مثلا نفترض هم المفروض يتواجدوا الساعة 1 في البيت، وجي كابتن خالد الساعة 11 وقال لهم روحوا، أكبر له.
ماشي يا كابتن حاضر تحت امرك 10 دقائق يعني هي الفكره كلها بحب لان في الاخر النقطه ان الموقف لم يحدث اي مشكله يعني الخبر اللي عندي ان كل ده كان هزار الموضوع أوكي. طبيعي جدا ما فيهوش اي حاجه تمام. لكن ضخمه لان انت عارف المقارنات ما بين فرق شخصيات ده دي الفكره الاساسيه يعني لا هي طيب. هي الفكره برضو في الاخر احنا مصلحتنا واحده واحنا في مركب واحد احنا صحيح. لما نكسب المواقف دي عدت علينا احنا في الاجيال بتاعتنا ومش عايز اقول لك بقى كابتن حسام والكابتن ابراهيم والكابتن رضا عبد العال يعني انت تتخيل يعني طيب قبل الختام لازم نعدي على وليد صلاح الدين في ضد الفيزياء وبعض الحركات وبعض الاهداف اللي كانت ضد الطبيعه تعالوا نشوف وليد صلاح الدين عمل ايه في تاريخه مع الكره المصريه في افضل 5-6 لقطات قدمهم على مدار مسيرته مع الكره يلا بينا ضد الفيزياء هي عبارة عن 5-6 لقطات بنعرضهم ليه النجمان اللي يكون موجود معنا في الاستوديو كانت مختلفة عن غيرها ونبدأ من رقم 6 لحد رقم 1 اتفضل يا فندم البداية 8 كمان النهاردة جايبين لي أهداف يعني 8 كمان النهاردة ده ماتش الإسماعيلي الفاصل ده ماتش الإسماعيلي ما كناش بندافع أنا ورضا عبد العال خالص وسايبين هادي خشبة لوحده لكن عالمية ده جون من الأجوان الحلوة أوي أوي الكابتن محمد رمضان كمان هو اللي حلل أنتوا هتجروا بالأجوان واحدة في واحدة ممكن عيد طيب اللي فات تاني يا جماعة عشان كابتن وليد يشوف يعني, يعني براحتكم لو لو ها نلعب بالراحة طيب. واحدة ماشي. واحدة لأن كل هدف هتلاقي ليه قصة مختلفة تماما ماشي ده برضو ده ترقيصة مختلفة دي عالمية ده ماتش ايه؟ لا مش فاكر مش تفتكر الأطراف أنا فاكر أنا اتعشيت امبارح أصلا ده فاكره الكرة دي منصورة. أنا قلت للكابتن أسامة عرابي سيبها يا كابتن فهتفضل تلاقي الكابتن أسامة عرابي واقف كده هيفضل واقف الوقفة دي لغاية لما الجون يدخل فهو يعني وجهة نظره طب أنت هتعمل بيها إيه؟ لكن أنا كان عندي قرار إن أنا محتاج عندك نفس الطريقة من الطرف من العمق المراوغات بتاعتك الحقيقة نفس الطريقة يعني رايح للمرمى بشكل مباشر ما فيش فلسفة في الكورة يعني اتعلمت في الناشئين ان انا شوف دي كمان يبقى في جرأه هي الجرأه للعيبه مهمه جدا ده كابتن محمد عبد الجليل عملها لي وحطيتها لفيت بشمالي كابتن حسام حسن هنا هيزعل طبعا ان هي ما راحتلوش وده هدف ايه ده انتوا جبتوا ده منين بقى ده عالميه ده احمد مخرجنا هو اللي جابه حصريا جابه منين ده الماتش ده مش مذيع ما كانش مذيع يعني الماتش ده هو الراجل بيذيعه هو الراجل ذاعه عنده في البيت بجد جبت الماتش ده المنصوره ده المنصورة وكان النادي الأهلي كان في مشكلة مع اتحاد الكرة فقرر انه ما يزعوش الماتش ده الاستاد متقفل وجبت جونين حلوين قوي الماتش ده بلدية المحلة ده بعد لما رقصت بالعرض انا على طول دايما عيني على كابتن محمد رمضان كله على المرمى تاني واحد من احسن الفراودة اللي بيتحركوا بشكل رائع طبعا يعني انت جبت احلى من الرجاء بكتير يعني اللي فات ده يا جماعة احنا بس لو بنعيد شريط الاهداف تاني الكابتن وليد في تسجيله للاهداف كل الكلام ده رجاء يعني الرجاء ده هو اللي خد الشو الكبير هو اللي لكن كل اللي فات ده شبه الرجاء هو اللي فيه الرزق الكبير بس في جون احلى من كل الاهداف دي لكن طبعا ده في معسكر اعداد في المانيا رقصت الفرقه كلها صراحه ده ما تشافش اللعيبه بقى ده المفروض ما تشافش لكن احمد جابه لنا انا ما اعرفش ده عالمي ده الماتش ده ما تزعش ده عالمي الماتش ده ما تزعش الكابتن جوهر يكلمني بالليل وقال لي انا اتفرجت على الماتش يا وليد وبكره تروح تسلم نفسك للمنتخب الاولمبي مع كابتن محمود سعد وانا لما هرجع من كاس العالم هشدك معايا فوق في المنتخب ده قبل 90 يعني تقالي او بقى 91 وكان داخل على بطوله هو رايح بمنتخب مصر في حته المهم ان انا تاني يوم رحت للكابتن الدكتور محمود سعد ربنا يمسيه بالخير فقال لي يا ابني جاي ليه قلت له انا كابتن جوهري هو اللي قال لي انا اللي جبت جوهري انا اللي جبت من عياله انا جبت جوهري تعالى قلت له كابتن جوهري هو اللي قال لي وسافرت ايطاليا مع الكابتن محمود سعد مع المنتخب الاولمبي يعني بس دي مباراه ما تزعلتش والجول الاولاني حلو قوي الجول الاولاني في الماتش ده كابتن رمضان اخيرا يعني كابتن رمضان قال لي بص انت لما الكره تجيلك انا ده الاسماعيلي لا 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 ده المنصورة الجون الاول انا جبت جونين هو 2-0 ده الجون الثاني الجون الاول كابتن رمضان قبلها بيوم احنا اغلب الاهداف بنتفق عليها واحنا بنتعشى واحنا بناخد الشاي بعد العشاء في المعسكر قال لي انت اول ما الكره تجيلك انا هقطع الملعب واصرخ وليد ما تلعبليش انا باخد عيون الناس وهاخد لك السردباك لبره وانت ادخل اعمل بقى رقص واعمل الشغل بتاعك ده الهدف الاول أوكي. لو عن وهدف الاسماعيلي الاول اللي هو جابه الاوراني نفس الكلام قال لي كره ما تجيلك
اما هترقص حطها على القريبه جامده. ده اللي انت عديت فيها، ده اللي انا عديت بالعرض، ده الهدف الاول في 4-3 اللي هو بتاع كابتن محمد رمضان. فبصراحه خالد بيبو نفس الموضوع، كابتن حسام حسن نفس الموضوع، بس كابتن محمد رمضان وكابتن خالد بيبو اكتر اتنين فراوده انا اتكلمت معاهم. يعني خالد بيبو كنا بنتكلم كده واحنا قاعدين، اقول له اول ما استلم الكوره خد خطوتين لتحت واقطع على الجون هحطها لك انا. وخالد بيبو اسرع، حصل كتير، اسرع صن داونز كانت اخرهم في 2001 لو انت فاكر. تنورتنا وشرفتنا وسعدتنا يا كابتن ريم، انا مبسوط بيك ومبسوط بالحلقه دي، والكوره فيها حلوه وتكتيك وشغل عالي، ربنا يوفقك. شكرا جزيلا لك، نورتنا وشرفتنا. محللنا في اون تايم سبورتس ونجم النجوم كابتن وليد صلاح الدين كان ضيفنا في هاتريك. استنوا بكره باذن الله ورحله جديده وقضيه جديده على اون تايم سبورتس باذن الله بكره الساعه 11. لكم مني ومن كل فريق العمل كل التحيه من استوديوهاتنا في القاهره، والى اللقاء. We'll be right back.